طبعا الفرهدة دي اللي بعد الأكل. فرهدة بعد الأكل. لا لا مش انا مش انا ما تفرجوش عليا انا. اه يو رضا العطاطا. اي معرفش ليه كل ما اقعد في الارض بيتجننوا عليا في العض. ايوه عضوا بعض. مش انا انتوا جايين تتخانقوا عندي ليه؟ ممكن افهم؟ بصوا قاعدين عندي وبيتخانقوا. طب انا مين ده؟ بصوا دايلو طبعا اللي عنده هاسكي عارف المعاناة دي والفرهدة دي. واللي بيفكر يجيب هاسكي يعمل حسابه على جنب. اوكي عشان ابقى واضحين يعني اديكوا شايفين. واو بص طرد في رجله يا فرح ايه ده؟ حرام ان الولد مش عارف يعمل حاجة. ايوه بقى يعني طبعا احنا بنبقى كده. دي خناقة الاخوات اول ما الاب والام يمشوا من البيت. اول ما يخرجوا تلاقوا في خناقة. ايه زي دي بالظبط. فاكرينها طبعا الخناقات دي. لا مش انا متعدي بيعضني. انا بصوا فين اختي؟ لا انت جايه من ناحيه. اه يا ابن العضاضه. اي صباعي. انت وقعتي لوحدك؟ وقعتي ليه؟ ايوه اقعدوا بعض ماليش دعوه بالقصه دي. بس ليه عندي برضو؟ فانتوا بتحبوني فجايين تقعدوا عندي؟ ولا دي الجنونه بتاعت الهوسكي اهي. دخلت خانة بابا. ما تستغباش انت يا بقلب. انت ساعات بتستغبى يعني؟ انت عايز ايه بقى دلوقتي؟ ايه ده اللي انت عامله؟ بصوا الجنة ولا في بونص. بص هم زي الأرنب. انت بقلص فعلا. بيشرب مية بتاعت من جوه عشان الدنيا حر هتسخن يعني فهتطلع من جوه. فرح انا قلت ايه؟ انا مش قلت الحمام هنا؟ صراحة نفسي اقوم ادبها بس مش ده بهيمة. ده ما بيفهمش. بولس ده رهيب يعني. فرح بتفهم عنه ده؟ يا لهوي هيتعبنا بولوس ده. ايوه الحمام هنا يعني ده اللي هنا مش الحفر هنا الحمام.
هتعبونا والله. أرنب 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 تخين. سيبها بقى طبعا، مش هيسيبها. لو حد مربي هاسكي واحد بس هيتعمل فيه هو كده، يعني اللي هما بيعملوه في بعض دوت، الهاسكي اللي عنده ده هيعمل فيه كده، بس عشان برضو نبقى واضحين يعني. يعني متفتكروش لو لوحده هو هيبقى هادي. هيعمل بقى فيك كده انت في العفش، اي حاجة قدامه يعني. بص فرح قاعدة ايه، بص فرح قاعدة جوه دي فروحة، مش قادرين تقوموا. ها خلاص فرعتوا انتوا، فرعتوا ايه، خلاص ايه الحلاوة دي، ايه القمر ده. ممكن تعملوا حمام هنا لو سمحت، يعني ارجوكم. حفر، بصوا قاعدة في الحفرة اللي حفرتها البنت، نسخة من أبوها في كل حاجة. خلاص هما هيريحوا شوية عشان شوية وندخلهم يناموا بقى. لو عايزين تشوفوا فيديوهات أكتر عن فرح بولس بنحاول نصور لهم كل يوم، اعملوا لنا سبسكرايب ولايك وشجعونا كده، وقولوا لنا عايزين تشوفوا ايه، لو في حاجه معينه عايزين نسالوا عليها للكلاب. يعني احنا مش اكسبرت يعني، بس ايه عندنا خبره شويه، فشجعونا كده. يلا باي باي.